من 26 إلى 29 ماي، وهنا مربط فرنسا. من 26 إلى 29 ماي تنقل وفد من وزارة الداخلية من مسؤولين ساميين، تو نعطيكم أساميهم، إلى وزارة إلى هولندا. والوفد هذايا نهار 26 سي ملقاسم بن سعودي اللي هو المكلف باختبار الأسلحة والذخيرة بمصلحة التحليل والاختبارات التابعة للإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية، سلم نهار 26 ماي 26 ماي الذخيرة للمخبر الهولندي. المخبر الهولندي أعلم الوفد التونسي نهارتها وأنه راهو خلال ساعتين نجم نعطيكم النتائج، لكن إذا كان تحبوا نسخ على الظروف أكل الكرات الشديد راهو يزيدنا نهارين. أعلم الوفد في هولندا ونهار وهذا الكل مصحح، هاني جايكم رأيي نهار 29 ماي. نهار 29 ماي الوفد هذايا اللي هو مؤلف نهار 29 ماي سي بلقاسم بن سعودي صح على انه تسلم الظروف والخراطيش موضوع الاختبار، وتسلم 6 نسخ اصليه من تقرير الاختبار الباليستي نهار 29 ماي. وقلت لكم اني خلال الفتره كامله مراسلات ماشية جاية وينو الاختبار، وهو من نهار 29 ماي عن وزارة الداخلية مصحح عليه سي بلقاسم السعودي. الوفد كان مؤلف اللي مشى لهولندا ماهوش كان سي بلقاسم السعودي، في ضبط ان سي بلقاسم السعودي ثم رياض الرقيق محافظ الشرطة أول رئيس الإدارة الفرعية للدراسات والمتابعة بإدارة الشرطة العدلية، ويشرف على 5 مصالح من بينها مصلحة التعامل الأمني للتكفل. كذلك كان معاه سي عدنان سلامة محافظ الشرطة رئيس فرقة بالإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية، وهي الفرقة اللي كلفها حاكم تحقيق بمقتضى الإنابة العامة الإنابة عدد 1756 بالبحث عن الحقيقة والكشف عن جنات القضية هذه. سي عدنان سلامة مكلف بصفته فرقة الأبحاث العدلية الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالإنابة القضائية. ثم تمزيد رياض الرقيق كان موجود في الوفد. سي رياض الرقيق هو الإدارة الفرعية للدراسات والمتابعة مصلحة التعاون الأمني للتكوين في تونس. الكلام هذايا مالاش نقولوا فيه هكاك سبهلة. أولا مين لينا شيء هذا؟ الخارجية الهولندية بعثت لوزارة الخارجية التونسية، والوزارة الخارجية التونسية بعثت لوزارة العدل نسخة من تقرير نسخة أصلية من تقرير الاختبار ونسخة من جميع الوثائق الكل المصاحبة بما فيهم حتى أنه أجرة الاختبار ما خصتش، وفيهم إمضاء تسلم سي بلقاسم السعودي لتقرير الاختبار نهار 29 ماي. سي بلقاسم السعودي وقت سلم تقرير الاختبار كان مكتوب وانه يلزم يسلمه الى السيد رياض بالقاضي مدير الشؤون الجزائيه في وزاره العدل، تقرير موجه الى وزاره العدل مش موجه الى وزاره الداخليه. الجماع اللي مشاو لهولندا الكل اسمعهم سيد قاضي تحقيق اللي هذا يقول انا راني جيت وقت العدل مثلا من غرائب هذا الملف، وانه سي عدنان سلامه هو ما رمتم جمال سلامه وعدنان سلامه مش غلطه مني في الاسماء، سي جمال سلامه رئيس الفرقه بالاداره الفرعيه للقضايا الاجراميه، وسي جمال سلامه رئيس الاداره الفرعيه للمخابر الجنائيه والعلميه. اذا سي عدنان سلامه اللي هو رئيس فرقه فرعيه للقضايا الاجراميه المناب من طرف سيد قاضي تحقيق للوصول الى الحقيقه كان في هولندا، قد شفتوا التقرير لكن قد ما قريتوش وما سهلتش وما قال لي حد وما سهلني عليه حتى حتى سكت على الريح. ما معناه هذايا مكلف بمقتضى انابه قضائيه باظهار الحقيقه في ملف شكري بن عيد بالثابت من كلام المضمن في محاضر من طرف سيد قاضي تحقيق،
وصل الى السيد وحيد التجاني المدير العام للامن العمومي انذاك اللي توا ترقى منذ ذلك الانترقى ولا مديرا عاما للامن الوطني. سي وحيد التجاني الى حد الان مازال ما استمعش اليه سيد قاضي التحقيق، ما نعرفوش علاش خلى تقرير عنده. والاغرب من ذلك ان احدهم يقول له تقرير حاطينه في الارشيف، تقرير اختبار الادله الجنائيه حول الظروف اللي تم اغتيال الخراطيش اللي تم اغتيال شكري بن عيبها بعد ما اجريت في هولندا حطوه في الارشيف، ما يحطوش السيد قاضي التحقيق. هذا يشكل جريمة المشاركة على معنى الفصل 32 من المادة الجنائية وعلى معنى الفصل 18 من قانون الإرهاب. هذه جريمة إخفاء أدلة الجريمة حطها في الأرشيف، إخفاؤها على المدعاة اللي هو سيد قاضي التحقيق. هذاك علاش سنقدم شكاية، طلبنا احنا سيد قاضي التحقيق أن يقوم بذلك، لكن سنقدم شكاية جزائية في إخفاء الأدلة.